في المثنى المذكر هتبقى أنتما أنتما الأدنيان مني. الأدنيان، صح كده، قلبنا الألف يه، تمام. اجمع المذكر، هتبقى أنتم الأدنون مني. أنتم الأدنون، صح كده. هي شالت الايه، الحرف الأخير، وخلت واو نون. خش على المؤنث. هتبقى المثنى هتبقى أنتما الدنيايان تمام، مني. احنا عشان نوضح بس للناس، احنا لما نقلنا للمؤنث نقلنا الأدنى لكلمة الدنيا، واشتغلنا على الدنيا، فقلنا أنتما إيه؟ الدنيا يان، وهنا جمع المؤنث أنتن الدنيايات. أنتن إيه؟ الدنيا يان. تمام، إيه رأيكم ناخد جملة تانية في دقيقة كده؟ يلا ناخد جملة تانية في دقيقة، يلا. تمام. أنت الأسمى، أنت الأسمى منزلة. يلا نعملها مثنى مذكر وجمع مذكر ومثنى مؤنث وجمع مؤنث. يلا يا شباب، دقيقة واحدة ونرجع تاني. يلا خلصت يا مستر، ماشي، ثانية خلصت يا مستر. ماشي. طيب يا مين، في هي آية أبو طالب هنا؟ أيه دياب يا مستر؟ آية إيه؟ دياب. آية دياب؟ أو ما طب قولي يا آية، قولي يا آية، خلصت كده يا آية ولا لسه؟ أو خلصت. طب يلا قولي لي. هتبقى أنتما الأسميان منزلة. يبقى أنتما الأسميان الأسميان منزلة، كده صح. منزلة. جمع المذكر. هتبقى أنتم الأسماؤون منزلة. تمام، أنتم الأسمون منزلة. مثنى مؤنث. أنتما السمييان منزلة. جدعة، هي عملت إيه بقى آية؟ هي نقلت الأسمى إلى الأسماء السمية، السمية. السمية، نقلت الأسمى إلى السمية، فقالت أنتما السمييان السمييان منزلة. منزلة. وأنتن أنتن السمييات منزلة. السمييات منزلة. تمام، ده كده بالنسبة ل الجمع كده. يبقى احنا اشتغلنا في اسم التفضيل في الثلاث ايه، اجزاء، واسم الزمان والمكان. حد عاوز يسأل سؤال كده في اللي انا شرحته النهارده ده؟ مستر، سؤال بس قول. دلوقتي دلوقتي لو قول كانت انت الاكبر مثلا لما ايه؟ مش الاسمى، لو كانت انت الاكبر مش الاسمى، كنا نعملها ازاي في المؤنث؟ لو كانت انت الاكبر. حاضر، بص لي على الورق. لو انا قلت انت الاكبر كده، ده ما فيهوش حرف علة، صح؟ ايوه عاوز تعملها مثنى مؤنث يعني، مش كده؟ ايوه هتنقل اكبر الى كبرى. مؤنث الاكبر ايه؟ مؤنث افعل فعل، اتعود على كده، افعل يبقى احسن حسنى، اكبر كبرى، اصغر صغرى، افعل فعل. هتجي كاتبها ايه؟ الكبرى. استني واجمع دي، يبقى انتما في تمام. الكبريان وانتن الكبريات. بس يا عم مستر، يعني أجمل تمام. جملة؟ ايه؟ أجمل الجملة؟ عادي، هتقولي مش لايقة، ماليش دعوة. طيب يا مستر، لو هي جمع مذكر هتبقى عاملة ازاي؟ لو هي ايه؟ جمع مذكر اللي هي مين؟ الأكبر. حاضر،
ما هي هنا دي سهله. انا لما اشتغلت على الاسماء اشتغلت على العله، عشان ده السؤال اللي فيه فكر في الامتحان. انما خلينا نكتب يا ست الاكبر، حضرتك هتجمعيها جمع، عاوز تجمعيها جمع ايه؟ مذكر؟ طب ما تضيفي لها واو نون. أكبرون ايوه، يبقى انتم عالي الحوض. الاكبرون. ما هي دي ما فيهاش مشكله يا بابا. ها تمام. بس هنا المشكله المثنى بتاع حرف العلة، المثنى ايه؟ المثنى الناس حرف العلة، المثنى للمؤنث في الفعل اللي بينتهي بحرف علة، ماله؟ مش فاهمين. حاضر. الاسم قصدك اللي فيه حرف ممكن علة يعني؟ انتم الاسم اللي فيه حرف علة؟ يعني مثلا اللي قصدك هي العليايات، مش عارفة جت ازاي. مش عارفة جت ازاي. حاضر، نقول تاني مع اني قلتها بس نقول تاني. بص يا ستي، هي كانت الأعلى صح؟ صح؟ تمام. دي مذكر ولا مؤنث؟ صح، مذكر. انا بقى طلبت منك، يعني انا جبت لك انت الاعلى، قلت لك انا عاوزك تجمعيها مؤنث مع ان دي مذكر صح؟ هتنقلي دي المذكر ده لوزن فعلة، هو الاعلى يبقى هي ايه؟ عليا. هتكتبي العليا كده. هتشتغلي بقى على دي، اي مثنى مؤنث واي جمع مؤنث لما تثني وتجمعي بتقلبي اخر حرف ايه؟ ايه ياء. يبقى انا هقول انتما العليا، قلبت الالف ي، ازود بقى علامة المثنى الف ونون. طب انا عاوز اجمع، يبقى انتن تمام، شكرا. العلياات. ها قولي، لو الدنيا مش واضحة قدامك اعيدها تاني بالتفصيل. لا تمام، فهمتها تمام. تمام. طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ شكرا يا مستر. بعد اذنك يا مستر، اتفضل. دلوقتي اعراب الاسم النكره بعد اسم التفضيل، النكره بعد اسم التفضيل ماله؟ اعرابه ايه؟ هو بيبقى، انا عارف ان هو بيبقى مضاف اليه وتمييز، امتى مضاف اليه وامتى تمييز؟ حاضر حاضر. بص يا سيدي، الأول بس خلينا نقول، لو أنا قلت هو أحسن طالب، أحسن إيه؟ طالب. لو الأفعل التفضيل بعدها اسم مش واخد ألف تنوين، مش واخد ألف تنوين، هتعرف دي مضاف إليه. طيب لو أنا قلت هو أحسن علما وحطيت لها ألف تنوين، دي كده تمييز، ده كده مبدئيا. تمام كده لحد كده تمام؟ تمام يا مستر. لسه بقى في حتة تانية هقولها للجميع. يبقى لو أحسن بعدها كلمة مش واخدة ألف تنوين مضاف، واخدة ألف تنوين تمييز. طب نشد خط كده، افترض بقى إن أحسن دي بعدها كلمة فيها ت مربوطة، مش هيبان عليها تنوين خالص. يعني مثلا أنا قلت هو أو قارئ الكتب أحسن ثقافة، وقلت ايه؟ هي احسن كاتبة. دلوقتي كلمة احسن دي بعدها كلمة فيها ت مربوطة، فمش باين بقى دي الف تنوين ولا لا. الحالة دي نعمل فيها ايه؟ هنعمل حاجة واحدة، هتجي شايل اسم التفضيل ده خالص. لو حذفت اسم التفضيل والقراءة ادت لك معنى مفيد، اعرف مضاف اليه. ولو حذفت اسم التفضيل والقراءة ادت لك معنى متلخبط، اعرف تمييز. اقولها لك تاني، اللي بعد اسم التفضيل عاوز تعرف تمييز او مضاف اليه، شيل لي اسم التفضيل خالص. لقيت الكلام ماشي مظبوط، ده اللي فيه تاء مربوطة يبقى دي اضافة. لقيت الكلام ماشي غلط يبقى ده تمييز. خليني اخد الجملة اللي تحت، شيل احسن واقرا العبارة. هي كاتبة، هي كاتبة، ده معنى مفيد ولا لا؟ معنى مفيد، دي مضاف اليه. شيل لي بقى من الجملة اللي فوق احسن واقراها لي. انا قلت قارئ الكتب احسن ثقافة، شيل لي احسن.
قارئ الكتب ثقافة. ايه رأيك؟ لا مش ماشي، مش هتبقى ماشي، هيبقى ده تمييز. ها فهمت كده انا جبتها ازاي؟ تمام يا مستر، شكرا لحضرتك. ماشي، شكرا لله. اي سؤال تاني في الحيز في الجزئيه دي يا شباب؟ مستر مش لو اسم التفضيل معرف بقلل اللي بعده يبقى تمييز على طول؟ اللي بعده ايه؟ الاحسن خلقا، الاحسن ثقافه. تمام ماشي، معرب بقال ده له حته واحده. ماشي ها تمام. ايه تاني؟ بس انا كنت اسال يعني لو قلت هو الاحسن، الاحسن دي اعربها ايه؟ كلمه ايه؟ كلمه ايه؟ لو قلت هو الاحسن، الاحسن دي اعربها ايه؟ اي اسم بعد الضمير المنفصل خبر، هو الاحسن. اي اسم بعد الضمير خبر. تمام تمام. طيب نعمل فاصل كده 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق ونرجع علشان نحل أسئلة. فاصل 5 دقايق وهنرجع لكم تاني إن شاء الله. تمام.
Thank you.